هيا، لفافة جبل الغموض، إنها من هنا. آه، ما هذه اللفافة ثانية؟ إنها رقد قديمة اكتشفها العاملون في المتحف في مستودعهم. تقول الأسطورة يوجد خاتم ذهبي في قمة جبل الغموض يمنح واضعه قوة النينجا المطلقة. قوة ماذا؟ هذا يعني أنه أصبح أقوى نينجا على الإطلاق. لقد اختفت. انظرا، حبال، إنه نينجا الليل. يريد إيجاد الجبل والخاتم، يجب أن نوقفه. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نايمون. أيها الآلي، هل من أثر للنينجا؟ هل يقرؤون؟ أعتقد أن هناك مرة أولى لكل شيء. لا يقرؤون فقط، أخذوا الكتب المتعلقة بالجبل. إن النينجا يخطط لأمر سيء. إلى سيارة القط، احمل حصن أيها الآلي. أحب البوابة عندما تفتح. تمكننا من الدخول. لن نسمح له بالوصول إلى جبل الغموض. هل من أثر له أيها الآلي؟ هناك محاربون نينجا خلف المتحف. يقول إنه يستطيع فك شفرة اللفافة. يريد القدوم معنا. هاي، ليست فكرة سيئة. سيرافقنا الآلي المقنع. إلى الدراجات. وعدني أن تظل بعيداً عن المتاعب. إذن وفقاً لللفافة القديمة فإن الجبل سيظهر إن فتحت المدخل، صحيح؟ والمفروض أن يكون المدخل هنا، صحيح؟ إن كنت بهذا الذكاء افتحه بنفسك. أتريان ما الذي أراه؟ هل ظننتم أنكم ستصلون إلى جبل الغموض في أحلامكم؟ فقط أنا سأحصل على خاتم قوة النينجا المطلقة. إلى اللقاء. ما كنت لأرغب في أن أكون مكانكم. أين أولئك المقنعون؟ المفروض أن يكونوا هنا ليقوموا بعملي من أجلي في أي لحظة. ماذا فعلت بالآلي المقنع؟ الأفضل أن تعيده إلينا الآن. هل أنتم قلقون على آليكم الصغير المسكين؟ هذا ما يجب. لماذا؟ ماذا حدث له؟ قمنا حسن،
قمت بسجنه في مكان ما في هذا الجبل. إن كنتم تريدون رؤيته ثانية عليكم أن تعطوني شيئا في المقابل. خاتم قوى النينجا الخارقة. ليس ثانية. أنا أقرأ عنه منذ مدة. إنه موضوع في هيكل، والنينجا الذي يضعه تتضاعف قوته 3 مرات. وهل كتب أن الهيكل مليء بالفخاخ القاتلة؟ بعض أتباعي اكتشفوا ذلك بأنفسهم. لهذا أنتم ستدخلون وليس أنا. مكتوب هنا: كي تفتحوا الباب عليكم أن تحلوا الأحجية. يأتي الأبطال الواحد تلو الآخر، ولكن من يجد الخاتم؟ لا أحد منهم. هذا سهل جداً. الآن إن كنتم تريدون رؤية أليكم العزيز فتحركوا. من السهل أن أجعل المقنعين يعملون لدي أنا. يجب أن ندخل هناك ونحصل على الخاتم. إن وضعه سيصبح عدواً لا يقهر. كيف سندخل؟ لا أعرف الكثير عن المداخل السحرية، وهذا المدخل يبدو مغلقاً. أحسنت أيها الآلي، سعيد لقدومك. هيا. أذنا القط، هل هو الطريق الصحيح؟ لنتبعهم. انتظر، إن كان الخاتم في القمة لما لا أحلق وأحضره؟ هذا سهل. كانت الخطة الثانية. سنعود إلى الخطة الأولى لنتبع محاربي النينجا. كأنه طين ممزوج ب نينجا الليل يهرب. يجب أن نترك الدراجات لنذهب. النذر الثاقب، أرى حافة الغابة للأمام قليلا. الخاتم هناك. انتبها جيدا. أين الفخاخ إذا؟ أنا لا أراها في أي مكان. خطوط القط الخارقة. وجدت الفخاخ. لن تهزمني أبدا. جناحي ماما. هجوم ألسنة التنانين. عضلة الزاحف الخارقة. لا أعرف إلى أين تقود هذه الحفر ولا أريد أن أعرف. جناح البومة. أتظنان أننا بأمان؟ أيها الفتى القط، الأغصان.
طريق مختصر، إن كنت متأكداً فاذهب أولاً. من يدري نوع القوة التي سيحصل عليها نينجا الليل إن حصل على الخاتم؟ سأحصل على الخاتم أولاً بالتأكيد، وعندما أفعل لا أظن أن المقنعين سيكونون نداً لي. وحتى ذلك الحين هاجموهم. زاحف الغارقة، هل من طريق أخرى؟ لابد أن هذا المكان يحمي معابر سرية. ابقى هنا وأرسلهم في الاتجاه الخاطئ. لا تنظر لي هكذا، سنعود من أجلك على الأرجح. من أين ذهبوا؟ إلى الأعلى. هيا انتبه، يرتفع الفتى القط الشجاع نحو القمة، سيصبح خاتم قوة النينجا الله. هل سمعتك تقول بأنك ستحصل على الخاتم أيها القط؟ فكر ثانية. أوه، هذا لاصق جدا. فتى القط انتبه. أوه، شكرا. لا مشكلة. لقد علق. تمسكي، أنا قادر. أيها الألي المقنع ستأتي معي. سنلحق بكما. سننقذ الآلي. إنه أكثر إدهاشا مما تخيلت. لننقذ الآلي المقنع الآن. حصلنا عليه. أعطنا الآلي المقنع. سهل جدا. شكرا لإحضار خاتم الجميل. والآن تدحرجوا بعيدا. هاي، أعده إلينا، نريد الآلي الصغير. لقد وعدتنا. لقد جازفنا بكل شيء لنستعيد الآلي ودون جدوى. أتعرف؟ كانت المجازفة بكل شيء مجدية. لقد أنقذتنا. وقد أثبتنا أنه عندما نوحد قوانا نستطيع فعل أي شيء. حان الوقت لتقديم مفاجأة خاصة للنينجا المشاكسين. افتح يا سمسم. حسنا، كن مفيدا الآن. واو، هذا رائع. لابد أن الخاتم خلف البوابة، لا نستطيع أن ندعه يحصل عليه. هيا ابتعدوا عن طريقي، هذا يتطلب ضربة نينجا قوية. سينتهي الأمر هنا أيها النينجا. سرقت تلك اللفافة بعدالة. إن كان خاتم قوى النينجا خلف الباب فهو لي. شكلوا عموداً. رائعاً جداً. إن كنت خبيراً في النينجا وليس بطلاً خارقاً سخيفاً. إن كان هناك من سيحصل على الخاتم نحن، فهو ينتمي لأيدي الأبطال. الخاتم لي أنا. قفزة القط الخارقة. الخاتم، لابد أنه هناك. هاي، رأيته أولاً. هذا سيء. هجوم ألسنة التنانين. النجدة. النجدة.
أشعر بشيء. استعدنا صديقنا، حان الوقت لنكتشف الآن من لديه القوة الحقيقية. هيا عمل. ها؟ كان المفروض أن يمنحه الخاتم قوة أكبر. هذا منطقي لي. على من يحصلون على الخاتم أن يوحدوا قواهم معا كما فعلنا. الخاتم لا يمنح قوة أكبر بثلاث مرات، بل دليل على أن توحيد القوى أهم وأكبر. مثلنا، عملنا معا. لا، خاتم قوة النينجا الخارقة. ها، نتمتع بقوة أكبر بأربع مرات مع الآلي. يا محارب النينجا، أحضروا لي الخاتم. متأكد أنني سأجعله يعمل. لم أكن سعيداً هكذا عندما أرى شخصاً يخرج من أسفل بلاطة حجرية. أظن أن علينا أن نعيد الكتب للمكتبة، نستطيع قراءتها بشكل أفضل غداً. وسنقرأ رحلتنا التالية في جبل الغموض لنحدث معاً. نحن المقنعون القنعون والناس نايمون. ماذا الآن؟ تمسك فقط. سعيد برؤيتكم، أحتاج مساعدة. أضرب الزاهد الخارقة. إذا كان هناك طريقة أسهل للدخول. ها، لماذا لم تخبرني؟ ساعدك الخرد المقنع الصغير. ماذا؟ خاتمي. في المرة القادمة. انتبهوا، لنخرج من هنا. هيا هيا هيا. ربما نجحتم في حرماني من خاتم قوة النينجا المطلقة هذه المرة، ولكن الأمر لم ينتهي أيها المقنعون. هيا يا محاربي النينجا. هم.